السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان الأخوات. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نديرو واحد الخرجة سبيسيال باش نقلبو على الفقاع لي شامبينيون. دابا طاح الشتي وتبارك الله الحمد لله في هاد الآونة الأخيرة، وإن شاء الله غادي نمشيو لواحد المكان معروف عليه بهاد النوع ديال الفطريات اللي هو الفقاع. وبقاو معنا في الفيديو إن شاء الله تعالى باش نشوفو النتيجة. والآن مع أولى النتائج العطور على اول فقاعات اللي هما هادو كيف ما كتشوفوا امامنا. تبارك الله ما شاء الله الخير موجود تبارك الله في هذه البلاصه. كيف ما كتلاحظوا هو هذا الفقاع علاش كنقلب، وهو هذا الفقاع اللي كنعرف انا، لانه هو كاين فيه واحد المجموعه ديال الانواع مختلفه شكلا ولونا، ولكن اللون والشكل الوحيد اللي كنعرف انا واللي كنعتمد عليه هو هذا اللي كيف ما كتشوفوا. نقلعوها دابا ونشوفوها كيفاش دايره. هي هذه بالضبط باش كنعرف انا كيكون عندها هكا هذا الكولور غوزي من التحت، يعني الجهه السفلى ديالها كتكون كيف ما كتشوفوا دابا كيف ما قلت غوزيه. الخير موجود مازال هنايا كيف ما كتشوفوا قدامنا. حنا غادي نستمروا كنقلعوا. كاين اللون كيبقى كيختلف من وحده لوحده، ولو ان النوع واحد انما اللون كيختلف. علاش كيختلف؟ على ود العمر ديال كل وحده، كاين اللي طريه كاين اللي شارفه كاين اللي يلاه نبتات. المهم حنا كنختاروا اللون اللي غادي يناسبنا واللي هو الغوزي كيف ما كتشوفوا. هذه دابا غير من اللون ديالها من الفوق كتبان بانها باقي طريه. تبارك الله شوفوا 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 كيفاش دايره. كيف ما قلت لون غوزي بحال اللون ديال الرئه ديال الخروف اللي كندبحو الحولي، ها هكا كيكون اللون ديال كيف ما قلت غوزي مفتوح. وهنا غنستمروا ان شاء الله نقلعوا. كيف ما كتشوفوا ما كلش هادشي الابيض اللي كيبان هادوك النقيطات بويضين كاملين فقاعات كاملين فطر ديال عيش الغراب. هاد النوع هذا معروف عندنا هنا في المغرب واللي كيتسمى لو غوزي دي بخي. لو غوزي دي بخي واللي هو هذا فصيله نقدروا نقولوا خلويه ديال لي شامبينيون دو باري، كيف ما كيقولوا الفرنساويين سي لا فيرسيون سوفاج دي شامبينيون دو باري. كيف ما كتشوف تبارك الله شوفوا شحال موجود، ها وحده ها وحده ها وحده الخير موجود تبارك الله. ها انتما كما كتشوفوا يعني واحد البلاصه مليئه مليئه بهذا النوع ديال الفطر. وحنا غادي نبقاو كنقلعوا حتى نجمعوا الكميه اللي كنقلبوا عليها والكميه اللي كافيانا، وديك الساعة غادي نشوف حالتنا. الحمد لله أنه يعني الوجهة كانت صائبة، هادو الوليداتها هما كيقوموا بالعملية ديال الجمع ديال داكشي اللي قلعناه في هاد البليصة، حيت هو غالب الأحيان كتلقى مثلا في واحد البليصة مجموع إلا لقيت وحدة غالب الأحيان كتلقى دايرين بها بزاف، ولا المهم ما بعدينش بها بزاف كتلقى امتار قليله اللي كتفرق ما بين مثلا وحده وحده، ولا لا ولا كتلقى غير في واحد البيريمتر ولا واحد البقعه اللي هي صغيره وموجودين فيها بزاف. شوفوا تبارك الله شوفوا تبارك الله شحال شحال كتشهي الكولور ديالها صافي جدا بمعنى انها طريه. هانتوما كيف ما كتشوفوا تبارك الله الضوان كيقوم بعمليه ديال هارون بدوره غادي يقلع هذه. يلا ها السي هارون يلا يلا او ضيعتها يا السي هارون زيد زيد ها السي هارون قلع ديال طير لها المقلاع ديالها طير لها المقلاع ديالها. كيف ما لاحظتوا هذه دابا ديال هارون شي شويه شارفه ان الكولور ديالها كيف ما كنلاحظوا صغير. هذو دي عند اسيا ما شاء الله تبارك الله تبارك الله كيشهيو. هذا هو الكولور اللي يعني العربون ديال الطراوه، العربون ديال الطراوه هو هذا ركيبا من البدايه. يعني في الفقاعه الظهر ديالها كتكون بيضاء ناصعه بحال الثلج كتعرف بانها راه مزيانه. كيف ما كتشوفوا دابا شوفوا البيوض ديال اللي كانت عليها باش قبل ما نقلعوها. ملي قلعناها بطبيعه الحال يعني تبين لنا بانها ما شاء الله شوفوا تبارك الله شوفوا ها هي ديال رضوان كذلك ومثال ديال اسيا. هذه ديال رضوان هذه دي في يدو اليمين يعني اليمنى كيبان بانها شي شويه قديمه عليهم. ها هو الكولور ديالها مبدل وحنا غادي نستمروا كيف ما قلت نبحثوا في هذا المكان بحكم اننا جبرنا في هذه النقطه. يعني غالب الاحيان تبارك الله تبارك الله اي 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 ويصال يا ويصال يا ويصال تبارك الله هذا الشيء ويصال بالخير والتيسير.
ويصال دابا هي اللي عمرت طاستا وحصلت على المرتبة الأولى، هي اللي ربحت، هي اللي جمعت بزاف. حنا غادي نستمروا كيف ما قلت يعني هذه كيف ما كنشوفوها هي الكولور ديالها يميل الى السواد، وهو كل ما قرب يكون كحل كل ما كيكون يعني ما بقاش صالح للاكل، واحيانا كنجبروه كاع يعني بدات الديدان كتسرب ليه كتلقاه عامل الديدان، خاصه ملي كنفتحوه بهذه الطريقه هذه كنلقاو بان فيه الدود لداخل، وهي الشكل ديالو كيبان بانه ما غير متماسك، يعني الشكل ديالو يوحي بانه يعني ما صافي طايل يعني شارف نبت من شعر هذه، ولذلك غادي نقدروا حنا نستغناو عليه بحكم اننا لقينا واحد الكميه الحمد لله تبارك الله اللي كافيه نقدروا نستغناو عليها. هذه نخليوها في بلاصتها لانها اولا غادي تطيح الزريعه باش تنبت مره واحده اخرى، وكيف ما قلت بما اننا لقينا كميه كثيره يعني لا داعي باش اننا نديو هذا اللي هو شارف. مازال الحمد لله الخير موجود، ها هو كيف ما كتشوف تبارك الله كما قلت سابقا بانه الكولور ديالها كيكون مايل او لا بالاحرى يعني اصلا غوزي، هو كش بحال اللون ديال يدي بحال الشكل ديال يدي في اللون، هذا هو احسن فقاع بالنسبه لعندي انا، ولو انني ما كنعرفش الانواع الاخرى ولكن كنقتصر على هذا النوع هذا بالضبط لان جربته وجربته، وملي كنا صغارين وحنا كان يعني كناكلو هذا، وبالتالي كنقتصر على هذا النوع هذا فقط. هو كتشوفوه من الداخل غوزي، غوزي من الداخل والشكل ديالو يعني هكا بهذا الشكل هذا، قبل ما كتكون توصل لهذه المرحله هذه كتكون مكوره يعني صغيره مازال ما تفتحاتش. نشوفوا الحاله ديال هادو عاود كذلك ومثال، الا كانوا صالحين للاكل صالحين، الا الكولور ديالها مازال ما ماشي شي غمق يعني ما ماشي مغلوقه الكولور مغلوق، هذه شويه يعني الكولور ديالها بني، وبالتالي هنا كيبان لك الفرق واضح، هذيك الصغيره شويه مازال طريه مزيان اللي تبعها هي اللي الفوق، وهذه اللي بنيه يعني الاجال ديالها ولا مده الصلاحيه ديالها قربت تنتهي، كنخليوها حتى الغدا غادي ترجع كحله وبالتالي ما تبقاش صالحه للاكل. حنا غادي نديهم ونكملوا البحث ديالنا، ها الاخرى عاود ها هما واحد الجويجات هنا كاين وباقي الحمد لله الخير موجود. حنا هنايا حتى يطيح الظلام ان شاء الله تعالى وعاد نتحركوا من هذه البلاصه، حكم مازال الضو مازال كيبان لنا شنو غادي نديروا، فحنا مازالين كنقلبوا عليه وكيبقى هذا احسن نوع، هو النوع نوع نفس النوع ولكن احسن يعني فيما يخص الطراوه، لان هذه باقيه صغيره مازال مكوره مازال ما تفتحاتش كيف ما كتشوفوا الكلام اللي قلت لكم هو اللي كاين انها باقيه ما تفتحات، وبالتالي يعني الطراوه ما نهضروش عليها باقيه صغيره، هذه مازال كتفتح ومازال عاد تبان انها من داخل الغوزيه، هذا هو ألد نوع يعني بدون منازع لأنه باقي صغير. نفس الشيء هادو نفس الشيء هادي اللي كنشوفو هنايا حتى هي صغيرة، هاي شوفو غير بالمقارنة مع اليد ديالي شوفو تعطيكم معبر قداش، شوفو قداش هادي تهرس لهداك المقلع ديالها داك الجدر ديالها بقى في الأرض، وبالتالي طار لها غير الطريبش ديالها الطربوش ديالها هو الطار، الرأس ديالها هو اللي طار، غوزية شوفو تبقى كتشهي زويونة بزاف. ها الوليدات كل واحد كيقلع ديالو، هذا النوع كيف ما قلت كيتسمى بلوغوزي دي بخي، واللي كينبت في الغابات وفي المناطق الرطبه وفي المراعي ايضا. الحاله ديالنا دابا حنا دابا من بعد ما جمعنا هذيك البركه اللي لقطنا ودرناها في القفيفه ديالنا كيف ما كتشوفوا، ها هما لي كولور كيختلفوا، كاين اللي باقي يعني طريه كاين اللي شي شويه كاين اللي نقدروا نقولوا رجعات كحله، هذه اللي كما كتشوفوا في الوسط الاختلاف يعني على حسب المده الزمنيه اللي استغرقات وهي في البلاد قبل ما نقلعوها هنايا كما كتشوفوها، هو كاين اختلاف واضح في اللون، قلت كل ما كانت صغيره كل ما كانت مجموعه وكانت غوزيه كل ما كانت مزيانه يعني بزاف وكاست دلي على الطراوه ديالها.
دابا فرقناهم عاوتاني كيف ما وصلناهم للدار كنقوموا بالتفريقه ديالهم. علاش؟ لان باش كانوا يوزعوهم حسب يعني كيف ما قلت دائما الطراوة، حيت ملي كنطيبهم كنطيب اللي صغارين بوحدهم، اللي شي شويه بوحدهم، اللي نقدروا نقولوا شرفوا بوحدهم كذلك ومثال، يعني كنفرقهم حسب المده كيف ما قلت ملي نبتوا. دوك اللي مازالين مدورين ولا مكورين بوحدهم اللي ما تفتحوش زعماتك، كنخليهم بوحدهم حتى هما، الطريقه ديال الطهي ديالهم مختلفه على الاخرين، يعني كنفرقهم حسب العمر ولا حسب الوقت اللي استغرقوا من بعد ما نبتوا الى حدود الساعه. انا غير كنحاول ما امكن انني نبين لكم يعني الشكل كيفاش كيكونوا باش نمروا العمليه ديال التنقيه ديال هذا الفقاع، وباش تعرفوا كيفاش الطريقه ديال التنقيه ديالو. الطريقه راه سهله، ما كتطلبش واحد الدقه ولا كتطلب شي خبره ولا شي حاجه. هذه اللي عز دابا كتعتبر من احسن ما كاين، يعني في مذاقان طراواتان وكل شيء. يعني هذه سباقه صغيره، هذه يعني احسن ما كاين هو هادو. يعني هنا غنعز لهم عاوتاني بوحدهم باش ندير لهم العمليه ولا ندير لهم الطريقه ديال الطهي خاصه بهم اللي غادي تشوفوها في هذا الفيديو ان شاء الله تعالى. بقاو مستمرين معنا باش تشوفوا الطريقه ديال الطهي ولو غير واحد النوع معين ديال الطرق. اشكال هي هذه اللي قدامنا، قلت باننا دابا غادي نمروا العمليه ديال التنقيه ديال هذا الفقاع. كيفاش الطريقه؟ راها جد سهله، واللي غتكلف بها البنيته نفسها هي اللي غادي تكلف بهذه العمليه ديال التنقيه. الشكل اللي كيوصل للدار هو هذا، هي الفقاع. الفورما ديالها هذه غير باش تاخذوا فكره على الفقاع كيفاش كيكون، وانا هو النوع اللي مزيان ولو غير هذا النوع بعداتك، حيت الانواع الاخرى ما كنعرفهاش انا. هو في الشكل كيتشابه، كيكون الحجم بطبيعه الحال مختلف من وحده الى اخرى، حيت كان اللي صغيره كاين اللي كبيره، كاين اللي لبتات يعني واحد المده معينه، كاين اللي فايتها، كاين داكشي باش كيختلف الحجم. اما النوع فهو نفس النوع، هو لوغوزي دي بريغي. هنا غادي نمروا العمليه ديال التنقيه بهذه الطريقه، هذه كيف ما كتشوفوا دابا قدامنا، طريقه جد سهله. نقدر نستعمل السكين ديال المطبخ كيف ما نقدر، ما نخدموش، نخدم غير يدي، نستعمل غير يدي، كنقشرها بحال اللي كنقشر يعني شي حاجه عاديه. وكنزول هذوك الجذور ديالها راه ما كيتلاحوش، ما غاديش نلعوهم، بالعكس اننا غادي نستعملوهم في حاجه اخرى، نقدروا نستعملوهم في صوبه سوب، ولو انه كيبننوا وكيعطيو واحد المذاق زوين، اضافه الى انهم كيطلقوا دوك المكونات ديالهم، الفيتامينات والبروتينات، لا سيما انه غني 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 جدا بالبروتينات هذا النوع ديال الفطر بصفه عامه. ودابا بحكم اننا كنتكلموا على هذا النوع، داكشي باش كنقول لكم هذا النوع. العمليه سهله ديال التنقيه ديالو كيف ما كتلاحظوا، يعني بسيطه جدا، ما كتطلبش شي حاجه، ما كيتغسلش، يعني الا غسلنا قبل ما نقشروه داك التراب اللي كيكون فيه وداك يعني الشوائب، يعني تقدر تزيد تدخل فيه لداخل. لذلك كنقتصروا على اننا كندقوا عليه من الفوق، على اساس اذا كانت فيه شي حاجه في دوك لي لام ديالو، يعني دوك غريقات، ماشي غريقات، هما ماشي على شكل صفائح بحال لي لام، يعني بحال ماضيين، ماشي ماضيين، وانما يعني كيشبهوا لي لام، داكشي باش تسموا لي لام. يعني كندقوا عليها من الفوق على اساس انها تسوس، نسوسوها، يكون فيها شي دودات، يكون فيها شي تراب، يكون فيها مجموعه ديال الامور، يعني بحكم انها نبتات من الارض. كنزولوا لها داك الغطاء ولا ديك القشره الافقيه اللي كيكون فيها التراب وكيكون فيها الوسخ على هذا الشكل هذا. وغادي نستمروا حنا في هذه العمليه هذه حتى كنساليو داك الكميه اللي عندنا كامله. من بعد كيف ما قلت ما قسمناها حسب العمر ديال كل وحده ديال كل الفقاعه، باش لان الطرق كتختلف ديال الطهي ديالو، كل
فئة عمرية غادي نديروا لها الطريقة ديالها بوحدة خاصة بها. هذاك اللي كيكون غوزي بزاف ولا مازال ما تفتحش، احسن طريقة من بعد ما الطريقة المعتادة والطريقة المتعارف عليها اللي هو كيتشوى في العافية مباشرة، اللي كنحطوه فوق الجمر ونديروا له واحد شوية ديال المليحة وننتظروا حتى يطيب. هذه الطريقة جد سهلة، وربما يعني المتداولة بكثرة هي هذه. كيف ما قلت كنحطوها فوق الجمر او لا فوق شي شبيكة هكا فوق الجمر، نار هادئة، وهو كيبقى كيطيب كيطيب حتى كنعينا ميزاننا مع القليل من الملح. الطريقة الاخرى اللي كنستعمل هذاك اللي باقي طري اللي هو غوزي، وهو انه كنقطعو على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا دابا، على حسب الحجم ديال الفقاعة. اذا كانت الفقاعة كبيرة كنقطعها على 4 على 5 ديال الطريفات حتى ل 6 ديال الطريفات، كانت الفقاعة صغيرة على 2 مثلا كانت صغيرة بزاف كنخليها كاملة ونستمر بنفس الطريقة. كنضيف شوية ديال الماء لهاد الكمية اللي قطعت، ونزيد له شي شوية ديال المليحة حسب الذوق كيف ما كتشوفوا. ما غاديش نكثر بزاف حيت هو اصلا كيطلق الملح، وبالتالي ندير غير واحد شوية ونخليوه يطيب على نار هادئة، ونضيف له شويه ديال البزار الكحل. قلت البزار الكحل باش نسمو شي شويه هاد الفطر ديالنا، ولكن ما نضيفوش بزاف باش ما يجيش حار، يعني من اجل غير الذوق هكا، ما نزيدش بزاف ما نديرش بزاف باش ما يرجعش حار، ونخليه كيطيب على نار هادئه واحد المده معينه حتى هو انا كنذوق. المهم من بعد ما كيطلق هو الريحه ديالو وكتبدا كتشم الريحه ديالو، داك الماء هو بدوره ملي كيطيب كيطلق واحد الماء ديالو، مع الماء اللي كاين تما كيبقى كينشف الى حين كيولي داك المشروب ولا داك المريقه ديالو كتولي بحال خاطره، يعني كتحس بها بحال الى معسله. ديك الساعه غالب الاحيان انه كيكون صافي وجد طايب ناضي، ما بقى له الا يتكل، والنتيجه هي هذه ما غادي تشوفوا دابا حاليا. من بعد ما سهله كتكون النتيجه هكا، الشكل النهائي ديالو هو هذا، الميمات ديالو كيكونوا بديك اللون هذاك بحال اللون ديال اغلال طيبنا، اغلال الحلزون ولا الببوش، هذاك اللون هذاك هو اللي كيكون عنده، والشكل ديالو هو هذا كيف ما كتلاحظوا. هذا هو الشكل النهائي، كيتكل بالمعلقه هكا بهذه الطريقه، هذه كيجي لذيذ بزاف بزاف بزاف، لا سيما ولا كان طري كامل، يعني كان كله صغير خاصة ولا كان كله مجموع كله مكور حتى وحدة ما مفتوحة، كيجي واحد المذاق واحد المذاق هائل جدا. وبالصحة والراحة للجميع. دابا حنا وصلنا صافي للمرحلة النهائية، السي رضوان كيف ما شفتو قبيلة في المراعي كيقلع، دابا السي رضوان ها هو كيتناول النصيب ديالو. بصحتكم، كان شي تساؤل كان شي حاجه ما تبخلوش، مرحبا والف مرحبا. في نفس الاطار ما تنساوش تابونا وتشاركوا معنا التعليق ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله.